وفي ذات السياق قال وزير الخارجية بافلو كليمكن إن أوكرانيا ستبذل جهودا للعمل على تنفيذ قرارات المحكمة، مضيفا أن المصالح الدبلوماسية تستعد أيضا لتقديم أدلة كاملة ضد روسيا. وعلاوة على ذلك أكد كليمكن أن كييف تعرف مسبقا ما يجب إضافته إلى ملفات الدعوى القضائية ضد الكريملين. هذا وقد ألزم قضاة المحكمة الدولية أيضا كلا من كييف وموسكو بالتنفيذ الكامل لبنود اتفاقيات مينسك للسلام.